بسم الله الرحمن الرحيم لغة فرنسية. ومع هذا الخبر من على صفحة جريدة لو بوان الفرنسية. إذن كما نلاحظ عندنا سيكون جورناليست تويي اون 2020 سيكون جورناليست تويي اون 2020 بخي دو 400 اوتر امبريزوني 50 صحفي قتل في 2020 بخي دو 400 اوتر تقريبا 400 آخرين امبريزوني أنهم سجنوا. تكلم هنا على لو فيرب امبريزوني يعني أنك تسجن. سولون لو بيلون دو روبورت سون فرونتيير إذن حسب حصيلة كما نقول صحفيون بدون حدود سولون لو بيلون دو روبورتر سون فرونتيير حسب حصيلة صحفيين بدون حدود لو نومبر دو جورناليست تويي اون 2020 دون لو موند اي كازي ستابل بارابور ا 2019 سولون لو بيلون دو روبورتر سون فرونتيير إذن حسب حصيلة صحفيين بدون حدود لو نومبر دو جورناليست عدد الصحفيين كما نقول المقتولين في 2020 دون لو موند في العالم اي كازي ستابل كازي كما نقول شبه كازي ستابل شبه مستقر شبه ثابت اذا هذا الاعداد تقريبا هو نفسه هذه السنه بارابور 2019 بالنسبه ل 2019 بالمقارنه مع 2019 سيكونت بور ستاني كونتر 53 لاني بريسيدونت 50 قاتل لهذه السنه في مقابل 53 قاتل ل 2019 إذن selon le bilan de Reporters sans frontières le nombre de journalistes tués en 2020 dans le monde est quasi stable par rapport à 2019 50 contre 53 إذن حسب حصيلة صحفيين بدون حدود عدد الصحفيين مقتولين في 2020 في العالم هو تقريبا شبه مستقر بالمقارنة مع السنة الماضية 50 قاتل هذه السنة مقابل 53 قاتلة السنة الماضية Selon le bilan de Reporters sans frontières, le nombre de journalistes tués en 2020 dans le monde est quasi stable par rapport à 2019, 50 contre 53. Selon le bilan de Reporters sans frontières, le nombre de journalistes tués en 2020 dans le monde est quasi stable par rapport à 2019, 50 contre 53. 2020 témoigne. إذا نتكلم عن 2020 أن تشهد طبعا نتكلم عن الوفر تيموني تيمونياج شهادة إذا تيموان أن تشهد 2020 تيموان إذن أن 2020 تشهد أو تكشف بمعنى آخر كون 2019 مثل 2019 دو سافيغ أتاند نتكلم مثلا عن لو فيرب أتاند يعني أنك تصل لشيء لو فيرب أتاند المقصود بأنك تصل لشيء طبعا أتاند كما نتكلم عن هجومات أو كما نتكلم عن إصابات أنك تصيب شخصا سافيغ أتاند إذن كما نتكلم عن إصابات شديدة تمس الأشخاص إذا نتكلم عن دو سافيغ أتانت إصابات شديدة أو دغوا الانفورماسيون لحق المعلومة أو دغوا الانفورماسيون إذا نتكلم عن إصابات شديدة لحق المعلومة إذا 2020 تيموان إذا 2020 تشهد أو أن تكشف 2020 تيموان إذا 2020 تشهد أو بمعنى آخر أنها تكشف كوم 2019 كالسنة السابقة أيضا دو سافيغ أتانت أو دغوا الانفورماسيون يعني أن تشهد بإصابات شديدة لحق المعلومة ستاني هذه السنة سيكون جورناليست اون تيتي تويي 50 صحفيين انهم قتلوا بور لا بليبار طبعا نتكلم عن لا بليبار دي جورناليست يعني اغلب الصحفيين بور لا بليبار في الغالب او في اغلبهم دون دي بيي اون بي هم في بلدان في سلم في بلدان في سلم اذا نتكلم عن بلدان انها ليست فيها حروب ومع ذلك قتل فيها العدد الكبير من هاد الصحفيين ومع ذلك كان نصيب الصحفيين الذين قتلوا أنه كان كبيرا في هذه البلدان المعروفة بالسلم ليست فيها حروب ولا نزاعات ومع ذلك قتل فيها عدد كبير من الصحفيين pour la plupart dans des pays en pays pour la plupart dans des pays en pays في الغالب في بلدان في سلم et près de 400 autres emprisonnés وتقريبا 400 آخرين مسجونين malgré la réduction des déplacements رغم تحديد التنقلات malgré la réduction طبعا نتكلم عن لو فيرب réduire انك تحجم شيئا انك تنقص منه اذا نتكلم هنا على la réduction اذا نتكلم عن تحديد تحديد ماذا des déplacements تحديد التنقلات et des reportages وتحديد الروبورتاجات liées à la pandémie de coronavirus طبعا نتكلم عن لو فيرب liées لأنك تربط نتحدث هنا على لا ريديكسيون تحديد
التحديد هي كلمة مؤنثة في اللغة الفرنسية كما نلاحظ. إذا لا ريديكسيون نقول عنها بأنها لي، أضفنا أ لأننا نتكلم عن كلمة مؤنثة كما نلاحظ لا ريديكسيون. إذا طبعا سنضيف أ هنا، إذا نصفها بأنها لي، بأنها مرتبطة. إذا نتكلم عن التحديد بأنه مرتبط، تحديد ماذا؟ لا ريديكسيون دي ديبلاسمون، تحديد التنقلات اي دي روبورتاج، وتحديد الروبورتاجات لي. إذا هذا التحديد أنه مرتبط على بانديمي دو كورونا فيروس، مرتبط بوباء فيروس كورونا. رغم أن الصحفيين نقصت تحركاتهم بسبب الوباء، ورغم أن الصحفيين نقصت وحددت بمعنى آخر روبورتاجاتهم بسبب الوباء، فرغم هذا نجد بأن هناك 400 شخص أنهم سجينوا. هذا هو المقصود بهذا الكلام. Pour la plupart dans des pays en pays، إذا نتكلم على الأشخاص المقتولين في الغالب في بلدان تعريف سلماً، près de 400 autres، وتقريبا 400 آخرين en prisonniers، أنهم مسجونين malgré la réduction، أنهم مسجونين malgré، رغم ماذا؟ malgré la réduction des déplacements et des reportages liés à la pandémie de coronavirus. Selon le bilan annuel de Reporters sans frontières، إذا حسب لو بيلون، حسب الحصيلة annuel السنوية. Selon le bilan annuel، حسب الحصيلة السنوية de Reporters sans frontières للصحفيين بدون حدود، publié mardi 29 décembre، المنشورة في هذا التاريخ، طبعا نتكلم عن الثلاثاء 29 دجنبر. إذا نتكلم عن 50 صحفي أنهم قتلوا، ثم نتكلم عن 400 صحفي آخرين أنهم سجينوا. هذا كله selon le bilan annuel de Reporters sans frontières publié mardi 29 décembre. إذا نتكلم عن حسب الحصيلة السنوية للصحفيين بدون حدود، طبعا المنشورة في التاريخ. إذا كل هذه المعطيات التي ذكرنا هي حسب هذه الحصيلة المنشورة. ثم en 2019 في 2019 53 جورناليست 53 صحفية avaient été tués، أنهم قتلوا فيما سبق. avaient été tués، أنهم قتلوا sur 10 ans، sur 10 ans، على طول 10 سنوات. sur 10 ans، على 10 سنوات، المقصود لمدة 10 سنوات. cela représente un total de 937 morts، cela représente un total de 937 morts. إذن على طول 10 سنوات، هذا يمثل cela représente، هذا يمثل un total، مجموعا بما معناه ما مجموعه de 937 morts، 937 قتلا. إذن هذا يمثل على طول 10 سنوات ما قدره 937 قاتل. RSF، إذا نتكلم عن Reporters sans frontières. RSF، إذا نتكلم عن Reporters sans frontières، إذا نتكلم عن صحفيين بدون حدود. constat la réduction، إذا الصحفيين بدون حدود constat، أنهم يستنتجون. عندنا لو فيرب constater، أنك تستنبط، أنك تستنتج إلى غير ذلك. إذا RSF constat la réduction du nombre de journalistes tués sur les terrains de guerre. إذن هي تستنتج بأن هناك تناقص. نتكلم عن ريديكسيون، طبعا نتكلم هنا عن لا ريديكسيون، نقصان أو تحديد، تحديد في التحركات أو نقصان في التحركات أو نقصان في الروبورتاجات. هنا عندنا أن تستنتج لا ريديكسيون، تستنتج نقصان. نقصان ماذا؟ تحديد بمعنى آخر، حدد أكثر، يعني أنه نقص. إذن نقصان ماذا؟ دي نومبر دو جورناليست توي. تلاحظ تستنتج نقصان في عدد الصحفيين المقتولين. إذن هناك نقصان في عدد الصحفيين المقتولين sur les terrains de guerre، على ميادين الحرب، في ميادين الحرب. إذن في ميادين المعارك هذه الجهة استنتجت بأن هناك نقصان في عدد القتلى من الصحفيين. ولكن مقابل هذا mais de plus en plus كما نقول هنا زائد زائد، المقصود أنه في ازدياد، ولكن شيئا فشيئا، كما نقول زيادة تصاصين. هناك قتل دون دي بي دي اون بي، دون دي بي دي كما نتكلم عن بلدان، أن مقولة المقصود أن يقال عنها اون بي، أن في سلم، اون بي أن في سلم. إذا استنتجت بأن هناك تناقصا في عدد الصحفيين المقتولين في أرض المعارك، ولكن هناك ازدياد في القتل دون دي بي دي اون بي، في البلدان المقول عنها بأنها في سلم. اون توندونس امورسي دي 2016. إذا هاد التوجه، نتكلم عن توندونس، لا توندونس يعني التوجه، يعني هناك واحد التوجه عام مثلا امورسي
كما نقول أنه بدأ دي 2006 منذ 2016. إذن فمنذ 2016 بدأت تلاحظ الجهات بأن هناك تناقصا في عدد القتلى في ميادين الحروب، لكن مقابل هذا هناك قتلى في الصحفيين في البلدان التي يقال عنها بأنها في سلم. إذن نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.